مرحبا، أنا سائد يونس. في هذا الفيديو راح أتحدث عن سؤال كثير وردني سواء على موقع الأكاديمية ريادة.org أو في الدورات واللقاءات الشخصية وخصوصي مع الشباب، وخصوصا اللي بدهم يبدأوا مشاريع خاصة، ألا وهو كيف أحصل على التمويل اللازم لبدء مشروعي. هلا لو انت بتفكر او بتفكري انه بدكم تعملوا مشاريعكم الخاصه، او لو هذا السؤال خطر على بالكم، تابعوني في الفيديو حتى بلكي اقدم لكم فكره او فكرتين يمكن تغير نظرتكم لهذا الموضوع تماما. في البدايه بدي اقول لك انه هذا السؤال خاطئ. خاطئ. ليش خاطئ؟ لانه بيقدم مجموعه من الافتراضات المسبقه صاحب السؤال بيفترضها من العالم الخارجي، وبيفترض انه هو لازم ينتظرها من العالم. فبالتالي لما أنا أسأل كيف أحصل على التمويل اللازم لبدء مشروعي، بفترض أنه أنا فكرتي فعليا هي فكرة ممتازة، بفترض أنه مثل ما أنا بحب فكرتي الآخرين أيضا لازم يحبوا فكرتي ويشوفوا فيها قيمة كبيرة، وبالتالي يجوا علي ويقدموا لي التمويل اللازم. وأكيد هذه سلسلة من الافتراضات الخاطئة، لأنه بجوز ما حدا مهتم بفكرتك، ما حدا شايف القيمة الحقيقية بفكرتك. إذا أنت شايفها ومستشعر أنه هاي الفكرة راح يكون لها أثر مهم في مجتمعك، يمكن الناس الثانيين مش قادرين يشوفوها، يمكن اللي معهم تمويل وفي احتمال أنهم يعطوك مش قادرين يشوفوا هذه القيمة، فأنت بتفرض نفسك وبتفرض رأيك على العالم من حولك، وهذا خطأ كبير، وهذا أصلا بيعيق عليك عملية جذب التمويل اللازم في حياتك. فالفكرة بدي أقدم لك إياها واللي بدي إياك تفكر فيها شوية كبينك وبين حالك، وتحاول توصل لحل وسط ما بينك وبين نفسك الآن، انسى العالم الخارجي، هي كيف أستحق التمويل؟ كيف أستحق التمويل لمشروعي؟ يعني لا تضلك تفكر كيف أحصل على التمويل وكأنه أنت قاعد في البيت حاط إجر على إجر وسعادتك متوقفة أنه الآخرين يعطوك تمويل. وللأسف هذا بنشوفه بكثير من الشباب اللي حابين يدخلوا عالم ريادة الأعمال على سبيل المثال، أو حابين يعملوا مشاريعهم الخاصة، بتلاقيه يحكي لك أنا مش قادر أبلش، ما في تمويل. فبالتالي هو بحط التمويل شماعة إنه ما يعمل أي خطوات عملية وما يبلش في مشروع، وهذا بيسبب إنه تعاسته بدها تزيد، يمكن بعد شوي نقمته على المجتمع بتزيد، لأنه هو بيعتقد إنه أنا المظلوم، الناس ما أعطوني تمويل، لو إنهم أعطوني تمويل كان عملت مشروعي العظيم اللي راح يغير العالم. بس يمكن ما يغير العالم مشروعك، يمكن ما يغير حياة ولا إنسان. فأنت لا تعطي افتراضات مسبقة على العالم الخارجي. لا، خلينا نبلش نفكر كيف أستحق أنا التمويل. يعني إذا بدك تفعل قانون الجذب بحياتك، بدك تفعل عملية جذب وتحقيق الأهداف بشكل فعلي، بدك تفكر من منطلق الاستحقاق. وكيف بدنا يعني ننطلق من عند الاستحقاق باتجاه فعلا تأسيس مشروعنا والحصول على التمويل اللازم؟ الآن بدك تفكر أنه هذا المشروع مين راح يفيد؟ مين الشريحة المستهدفة؟ وكيف بإمكانك أنت بدون تمويل تعمل فكرة بسيطة تمثل مشروعك؟ يعني دائماً بعطي مثال مشغل الخياطة. لا، ممكن يجي علي شاب يحكي لي والله أنا عندي مشروع رائع وفكرة رائعة. طيب اشرح لي فكرتك. فكرته مثلاً مشغل خياطة بده يجيب 50 ماكينة وبده ينتج شيء معين، وبده المبنى وبده الدعم وبده لما تحسب معاه قديش هذا المشروع بيكلف، يمكن يطلع بده 100,000 أو 200,000 دينار. طيب هذا مشغل الخياطة، أنت قاعد بتفكر بمنتج نهائي مش مشروع تبدأ فيه، هذا مش مشروع ستارت أب، مش مشروع تبلش فيه بفكرتك. لأن ممكن تطبيقك لفكرتك، إذا أنت في بالك الشيء المختلف اللي راح تقدمه هو الديزاين أو نوع معين من التطريز أو نوع معين من الأقمشة من الخياطة، الآن بإمكانك بإيدك تعمل نموذج، تخيط نموذج يعكس الرؤية تبعتك اللي أنت بدك إياها أو اللي أنت بدك توصلها عن طريق تصاميمك. هذه القطعة اللي أنت صممتها بإيدك الآن بدك تبلش تحاول تبيعها أو تعرضها على أصدقائك وعيلتك، على الناس المقربين، تحاول تشوف بلكي اشتروا منك. يعني دائما بنصح الشباب أنت اعمل شيء بسيط جدا، ما في داعي تفكر بالآلاف وبالتمويل. أي واحد فينا الآن بهاي اللحظة يمتلك
الإمكانيات ويمتلك القدرات والمهارات أنه يعمل أول خطوة. فبالتالي أنت دور وين هي أول خطوة في مشروعي بعمل عليها أنا نموذج صغير يثبت فكرتي، مش شرط يكون هو المنتج النهائي، يعني ممكن بسيط جدا بأدوات بسيطة يعكس الصورة النهائية ولكنه لا يمثل الفانكشناليتي النهائية، يعني لا يمثل العمل النهائي، مش متقن ومش الفينشينج تبعه مش زي المنتج النهائي أكيد، لكن بمشي الحال تمشاية الحال. فتمشاية الحال هاي لما أنت بدك تعرض البروتوتايب بنسميه على أصدقائك وعلى عيلتك، لو أصدقائك وعيلتك ما اشتروا منك وما اقتنعوا بفكرتك، هل يا ترى المجتمع المحيط رح يقتنع بفكرتك ويشتري منك؟ لا، ممكن تقول لي والله أنا فكرتي في مجال مختلف التكنولوجي مثلا وعيلتي وأصدقائي ما عندهم اهتمامات بالتكنولوجي. دور وين في أقرب ناس إليك محيط في محيطك وفي مجتمعك ممكن هو فعليا يكونوا مستفيدين من هذه الفكرة، وحاول أوصلهم وأعرض عليهم الفكرة تبعتك، أعرض عليهم شراء هاي الفكرة. فالآن أنت لما تنطلق من منطلق أنا بدي أقدم فاليو، أنا بدي أقدم قيمة حقيقية ومش منتظر أي دعم وتمويل، الآن أنت بلشت تعمل خطوات فعلية تجاه استحقاق التمويل. بدي أحكي لك هي التمويل دائما فكر فيه زي الحاضنة اللي أنت بدك تحضن فيها مثلا بذرة معينة أو جنين معين. الآن هاي الحاضنة لونها أغلى حاضنة في العالم وحطت أفضل أنواع السماد وأفضل العناية وأفضل المي ومراقبة درجات الحرارة طول الوقت، لو البذرة نفسها مش صالحة، واحدة من شغلتين، يا إما البذرة لن تنمو نهائيا فأنت هيك بتكون استنزفت وقتك ومالك، والأخطر أنه حطيت حالك في موقع الإنسان المديون، أنت حطيت على حالك ديون وفكرتك ما نجحت. هلا أكيد الفشل أوكي، أنت ممكن تجرب فكرة وما تنجح بتجرب غيرها، بس لما أنت تبلش من البداية بتمويل مرتفع وورطت حالك بالتالي بصير صعب عليك أنك أنت تطلع وتتعافى مجددا. أو الخيار الثاني هو ستنمو بشكل خاطئ ممكن تسبب مشاكل، ممكن هاي الفكرة تتطور بشكل أنت ما كنت متخيله أو ما عملت له حساب وتسبب لك مشاكل كبيرة. لو أنك بالبداية بدأت تثبت استحقاقك للتمويل واستحقاق هاي الفكرة للتمويل، الآن أنت كنت تمشي خطوة بخطوة وعلى المضمون، يعني لو أنه الناس حبت فكرتك، الناس المقربين الأصدقاء حبوا الفكرة، أول مرة خيطت لك نموذج، المرة الجاي اعمل 2 بعدين اعمل 10، بلش بيع شوي شوي وكبر المشروع، خليه هو يكبر حاله، لا تفرض عليه أنت مبالغ ضخمة في البداية وأنا لازمني تمويل ضخم حتى أبلش مشروعي. هذا المفهوم عكس الريادة تماما، هذا المفهوم الآن في عصرنا الحالي بطل ينفع، بطل يزبط أنك أنت تحط تمويل ضخم في مكان معين وتستنى أنه تنتج المنتج اللي في بالك والناس بدهم يشتروه. أنت هيك افترضت كثير أشياء غلط. ليش؟ لأنه الآن مجتمعنا متطور بشكل مستمر، التطور سريع جدا. في العصر الحالي كانوا يحكوا زمان كل 5 سنوات المعلومات بتتضاعف في العالم، الآن بلشوا يحكوا كل 6 شهور كم المعلومات بيتضاعف. فإحنا في تطور رهيب، ما بتقدر تفترض وما بتقدر تتوقع العالم لوين متجه، فأنت بدك تكون مرن تلعب وتركض مع هذا العالم مع اتجاهاته. فنصيحتي النهائية لك قبل ما تفكر كيف تحصل على التمويل، فكر كيف تستحق التمويل، واستحقاق التمويل لن يأتي إلا باتخاذك خطوات عملية أنت تبلش تسعى نحو الفكرة اللي بدك إياها، الفكرة اللي في بالك. وما تقلق، إذا الفكرة حقيقة فكرة بتقدم قيمة وبتقدم فائدة للناس، رح الناس يشتروها، رح الناس يحبوها، رح تصير هي نفسها تجيب لك التمويل اللازم. يعني الفكرة بحد ذاتها هي اللي رح تمول نفسها. أما إذا أنها فكرة ما إلها قيمة والناس ما حبتها، ممكن تكون الفكرة جميلة لا تفهمني غلط، لكن الفكرة الجميلة هاي ما بتقدم فائدة للناس الشريحة المستهدفة، فبالتالي ما رح يشتروها. أنت الآن إذا ما الإشي ما بفيدك وما بتشوف إنه والله هذا الإشي أنا بحسه رح يحقق لي قيمة حقيقية في حياتي ورح يفيدني ورح يساعدني إنه يسهل علي حياتي، أكيد ما رح تشتري. نفس الشيء الناس الآخرين. فبالتالي لو الفكرة هي حقيقة فكرة جميلة ومميزة وبتقدم فائدة، رح تكبر حالها بحالها. وخليك صبور، لأنه في البداية لو أنت بلشت كبير وحطيت القوقعة الكبيرة وقعدت جواتها وانت صغير، مهاراتك صغيرة
أفكارك صغيرة وإمكانياتك صغيرة، يمكن هذا الحجم الكبير اللي أنت دخلت نفسك فيه يكون عبء عليك ويكون سبب في فشل مشروعك. لكن لما تبلش أنت وفكرتك بالنمو تدريجياً نحو الأحجام، الحجم الأكبر للشركة، للبزنس تبعك، نحو التمويل الأكبر، لأن أنت هون اتخذت الطريق الطبيعي في النمو والتطور في الحياة، فبالتالي راح تكون فرص نجاحك أكبر، راح يكون استحقاقك أكبر، وبتكون فعلياً أنت استفدت من أساسيات قانون الجذب ومن أساسيات ريادة الأعمال مع بعض، ووظفتهم في نجاحك ونجاح مشروعك. بشوفك في الفيديو الجاي إن شاء الله على خير. لا تنسى تعمل سبسكرايب للقناة حتى توصلك أحدث الفيديوهات التدريبية أول بأول، وكمان لا تنسى تزور موقع الأكاديمية ريادة.org، وهناك رح تلاقي كورس تدريبي مجاني بالكامل أونلاين، تقدر تاخده من بيتك في أي مكان بالعالم، اسمه كورس الوضوح، رح يساعدك أنك تحقق الوضوح الفعلي بحياتك وتعرف نفسك، تعرف قيمك، تعرف رسالتك، تعرف شغفك، وتحدد أهدافك الحقيقية، أهدافك التي تلامس روحك واللي فعلا تحاكي طموحك في المستقبل. شوفك إن شاء الله على خير. سعد يونس.